صباح الخير لم يتفضلي. شكرا. صباح النور أيضا مشاهدينا، جمعة مباركة بداية، كل عام ومؤسستنا راقية، هو خدمة عمومية كلها مصداقية، ونستهل الأخبار الثقافية بالعناوين. بداية، زيارة وزيرة الثقافة والفنون إلى ولاية تيميمون، والمجلس الأعلى للغة العربية ينظم ملتقى وطني حول استثمار اللسانيات الحاسوبية في صناعة المعجمات الإلكترونية، إلى زيارة نشاط ثقافي متنوع حول محو الأمية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. سعيدة الكاتبة الشابة أمينة ملاح توقع روايتها نيروكيد، وجديد إصدار اليوم للمؤلفة سعاد سحنون رواية بعنوان سرخس الشل، إلى عنابة وجديد الطابعة 18 من مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير، وتكريم مخرج فيلم تادلس صالح بوفلاح لتتويجه بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان العربي للفيلم لفيلم التراث وهذا بالإمارات. بداية، زيارة وزيرة الثقافة والفنون إلى ولاية تيميمون، حيث توقفت عند المعالم الأثرية موقع أغام بن عيسي ببلدية القصور، وقصري أغزر وبادغة فقارة ببلدية أولاد سعيد، وأيضا آثار بقصر أغلاد. كما أسدت الوزيرة تعليمات بمنع إنجاز أي بنايات بجوار المعالم، وهذا حماية لها من الاندثار، مع وجوب إشراك أيضا القطاع في مشاريع ترميم البنايات العتيقة، مبرزة الاهتمام باستغلال نظام الفقارات لأغراض سياحية وتثمينه كونه تراث تاريخيا حافظ على إبداع سكان الصحراء. كما ارتأى المجلس الأعلى للغة العربية إلى تنظيم ملتقى وطني تمحور حول موضوع استثمار اللسانيات الحاسوبية في صناعة المعجمات الإلكترونية، وعرف مشاركة 65 باحثا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، قدموا حوالي 30 مداخلة تطرقت لطرق بناء هذه المعاجم الرقمية، وهذا مع استعراض النماذج والتجارب الرائدة عربيا وعالميا في إطار تطوير التقنية لمنظومة الخطط العربية، ولمسايرة أيضا التطورات التي عرفتها اللغات في العالم على مستوى الذكاء الصناعي. كما احتضنت بدار الثقافة والفنون لولاية تيارة النشاط الثقافي الذي واكب مناسبة اليوم العالمي للمعلم، وهذا بتنظيم من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالتنسيق مع ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتضمن برنامجه عرض شريط فيديو موسوم بمحو الأمية واقع وأفاق، مع تقديم قصائد في الشعر، وهذا على شرف الجمهور، مع تكريم نماذج حية للناجحين والمتفوقين في المجال. إلى صعيدة، حيث احتضنت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية جلسة بيع بالتوقيع أمضتها الكاتبة أمينة ملاح لروايتها الموسومة بنيروكيد الصادرة عن منشورات المثقف، وسط إقبال مميز من النخبة والأساتذة أيضا. أما عن جديد إصدار اليوم عن دار خيال للنشر، رواية أيضا جديدة لمؤلفتها سعاد سحنون بعنوان سراخس الشر، وجاءت في مقدمة الإعلان أنه حيث تداهم الفرد نكبات الدهر وأشدها المرض والخوف من مجهول يجلبه ويعلو صوت الأنثى المحبطة والخائفة، هي جملة من الأوجاع تشاركها ملايين النساء في عالمنا العربي. كما شهدت الطبعة 18 من مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة مشاركة 40 فيلما من 17 دولة، منها بلدان أستراليا وكولومبيا وتايوان لأول مرة، فيما سجلت الجزائر حضورها بفيلم واحد تمثل في بارادوكس لمخرجه ريان فركوس، وهذا وقد أجريت تغييرات كلية في عضوية لجنة التحكيم والانتقاء الدائمة، إضافة إلى سفراء المهرجان على أن تعلن إذن نتائج الأعمال الفائزة في مطلع نوفمبر المقبل.
كما احتضنت دار الثقافة والفنون رشيد ميموني لولاية أيضا بومرداس تكريم المخرج صالح أبو فلاح من طرف مديرية القطاع وجمعية المنارة الثقافية قرصو نظير تتويجه وحصوله على جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الدولي لفيلم التراث بالإمارات عن فيلم هي الوثائقي أقول الموسوم بتادلس مدينة الألفيات. لا بأس مشاهدينا أن نجوب بكم إذن في بعض ولايات الوطن التي احتضنت مختلف الأنشطة والمواعيد الثقافية. كانت هذه آخر محطة ثقافية. متابعة طيبة مشاهدينا وعودة إليكم زميلي خربوش. شكرا لك زميلة لمياء طالوت على ما تفضلت به من أخبار ثقافية. مشاهدينا الأكارم بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من هذا الصباح. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق الفني الذي خدمكم في عدد اليوم، وأيضا تقبلوا تحيات هيئة الإشراف. أترككم اليوم على خير وألقاكم غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.